والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. المحاضرة دي يا جماعة لاقت هي اسمها أعداء الدين، فالمحاضرة دي لاقت عداء شديد جدا من أعداء الدين وكادوا لها إنها ما تقوم، وكانت في قاعة الصداقة ولفوا ودوروا الملاح ده بعد ما دفعنا قروشنا وأجرنا القاعة، لفوا ودوروا لحد ما اتلغت من قاعة الصداقة، وده بفعل العلمانيين. وانا كلامي الليلة عن الأحزاب العلمانية ما عن حكومة من الحكومات. لما أمرنا به في المنهج الصحيح السليم ألا ننازع الأمر أهله، فكادوا لها العلمانيون إنما تقوم في قاعة الصداقة، وافتكروا إنه نحن قوتنا بتأتي من قاعة الصداقة، وقد خابوا أي العلمانيين وخسروا، لأن القوة بتاعتنا بتأتي من الله سبحانه وتعالى. دي أول نقطة أنا أبدأ بها. والحمد لله الحضور مع إنه كثير من الشوارع مترسة وكباري مقفلة، الحضور كبير جدا زي ما أنتم شايفينه. فدي أقوى رسالة لبني علمان من الملاحدة والملقطين من الجمهوريين والشيوعيين أعداء الدين. ده أول حاجة، شغل لهم مشيوا الله، ما هم مشي زول أبدا. توقفوا هنا بيشتغل بهنا وبيبقى أقوى من هناك ذات، لأنه في قاعة الصداقة قالوا العدد 600 عشان في كورونا، ولا ما شاء الله العدد لا يحصى ولا يعد. طيب، والمحاضرة ده وقت المناسب يا جماعة، أنسب وقت فيما أرى. ليه؟ لأنه العلمانيين كلهم جمهوريين وقراي والنسوان الملقطات المعاودين حبوبات تقول مقرشات ما عارف جايبينه من وين، ما في واحد أقل من 70 سنة في المؤتمر بتاع الجمهوريين ده إطلاقا، لأنه العلمانيين والملاحدة سلوا سيفهم عشان يحاربوا رب العالمين، ونحن سلينا سيفنا عشان نكسر سيوف أعداء رب العالمين. ونحن جاهزين لهم تب، وما أظن إن حرب الحجة ده هين. النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده، حلب بي الله، إنما ترمونهم به من الحجج والآيات والأحاديث لهو أشد عليهم من نطح النبل، يعني الحجج ورد الشبهات من القرآن والسنة ده أقوى على العلمانيين والملاحدة، أشد عليهم من إنه نكاتلهم بالدبابات عديد. وعموما إحنا جاهزين لكله إذا اقتضى الشرع ذلك وتوفرت الشروط الشرعية، غايته أنا تب جاهز لكله، أنتم بعد بطريقتكم. فالنازل قصد الدين عديل أصو ما فيلك لك. وأنا دار أذكركم لأن السودانيين من عادتهم بنسوا، بس دار أذكركم لما كان بيغشوكم في القيادة العامة في الاعتصام، الود ذاك اسمه الأصم، وجو كله ما عارف كان وين النازل، جو برد ضرب وقعوا في لحظة واحدة، واحدين كانوا سواقين أظن في UN، واحدين كانوا وين، برد ضرب ظهروا في لحظة واحدة، غشوا الناس في الاعتصام، الناس مرقوا قالوا عشان الجوع والعطش وكده
ورناهم حكم الله في ذلك. لكن جوديل استغلوا الحشد بتاع الناس في اعتصام القيادة وخدعوا السودانيين يا جماعة. قالوا نحن كقوى حرية وتغيير وكتجمعات علمانية وغيره ما جينا عشان نحارب الدين يا اخواننا، ده معنى كلامهم. ونحن أصل الدين ده ما حيمرق من السودانيين، لو جاء الشيطان ذاته ما بشيله من السودانيين، وكذبوا على الناس. ونحن الوقت داك عملنا محاضرة في القاعة اسمها كشف حقيقة الحرية والتغيير، وفي ناس صدقونا وفي ناس كذبونا، والليلة الحمد لله أي زور صدقنا كلامنا القبيل قلناه وما غيرناه ولا غيرناه. الحمد لله نحن الوحيدين اللي ما غيرناه، لأنه نحن ما سياسيين ولا طمعانين في كرسي سلطة يا إخواننا. نحن دارين الناس ذيل يمشوا مع ربنا تمام، وأي زول بيهبش الدين نحن بإذن الله بننجمه بننجمه، ما في كلام تمام. فدار أذكركم بس كلام غشوكم به، قالوا لكم نحن والله طبعا العلمانيين والشيوعيين قالوا نحن ما عندنا أغلب، والدين ده قال كان جاء الشيطان ذاته ما بشيله منكم، ومن أنجد الأجندة بتاعتنا ذاته إنه نحن يعني نهبش الدين وإلى آخره. شغل كده المقطع رقم واحد وبعد ذاك 10 هيجيب الود ذاته. ولا يا ود الجوهر الإسلامي عشان تقول تبتز الشعب السوداني بالدين الإسلامي. لو جاء الشيطان ده طلع في شكل زول كده ما بيقدر يشيل الإسلام ده من الشعب السوداني، لأنه دي عقيدة الشعب السوداني الغالبة، ما بيقدر يشيلها منه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، نحن ذاتنا لو الحرية والتغيير ما جزء من الأجندة الأصلا مطروحة أصلا، موضوع الدين والدولة ده ما جزء، لأنه إحنا ما ناس منتخبين، إحنا ما ناس بنحترم الديمقراطية برضه. إحنا جايين لأنه دايرين البلد دي تبقى ولا الديمقراطية، ما في زول يفرض على زول حاجة، حاجة لما تجي من الشعب السوداني، ما في زول يفرض على زول حاجة، دي رؤيتنا إحنا مع الديمقراطية. عشان كده قضية قضية الدين والدولة دي بيحسبها الشعب السوداني لما يصوت له لبرلمان منتخب بعد الفترة الانتقالية، البرلمان المنتخب ده يقعد يجيز له دستور دائم، الدستور الدائم ده بعد ذلك يناقشوا فيه موضوع علاقة الدين بالدولة. عشان ما زال ما يقعدوا يلتوا ويعجنوا في كلام فارغ احنا ما جزء من أجندتنا ولا قاعدين نتكلم عنه أصلا. الكلام ده كذب ولا ما كذب؟ الناس دي هبشوا الدين ولا ما هبشوا؟ وفرضوا على الناس زي ما فرض الجراج بالرجالة جاب له منهج قطعوا من دماغه ده، والرجالة قال يدرس ده القراي، وقال لو الحكومة شالت المنهج بتاعي أنا بمشي غور الله لا عدا. قال ولا ما قال؟ وديل هنا كذبوا على الناس في القيادة، الكلام ده باعتصام القيادة، قالوا ما من أجندتنا أصلا الدين، وجا الشيطان ما ينزع الدين من الشعب السوداني. ديل كذابين ولا ما كذابين؟ كذابين ومنافقين ومجرمين وغشوا الشعب السوداني، وبقى ما عندهم شغلة إلا الدين بالمناسبة، لا عندهم شغلة بالدقيق ديل العطالة ديل، لا عندهم شغلة بتوفير البنزين، لا عندهم شغلة بالدواء، لا عندهم شغلة بالعلاج في المستشفيات، بس مسكوا الدين ده قالوا نقطع حتة حتة في قلوب الشعب السوداني. ده يقول حاصل الليلة، وأنا دار أعاتب السودانيين يا أخواننا. ما ممكن أي زول كذاب منافق مجرم يجي يغشكم يا أخي تصدقوا وينجمكم بكرة، بعد بكرة تاني يجي واحد كذاب ومنافق أكتر من ذاك وينجمكم تاني، ويجي واحد تاني ينجمكم ليتاني يا أخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. انتوا اتلدغتوا كم يا شعبي يا سوداني قبل ما هبش العلماني ده، هبشكم انتوا ذاتكم. والغريب غشوا الناس ملقطين ساكت بالمناسبة، ما عندهم أي قيمة ولا أخلاق ولا وزن ولا دين، يغشوا الناس. نحن ناس كفاءات، أنا بتكلم عن الأحزاب دي اللي غشوا الناس في القيادة، ونحن حنجيب إن شاء الله كفاءات. أكبر كفاءة جابوها واحد لواطي، كفاءة عالية جا من وين؟ من وين؟ من النرويج، لاعب محترف في اللواط، قال أنا بمثل الجالية السودانية بتاعت اللواط في أوروبا. السودانيين طلعوا بتاع اللواط آخر الزمن، والناس بيعاينوا
وما في زول قادر ينكر ويقول اتقوا الله. الناس خايفين. انا ماشي وشغال في اجراءات تصديق عقد الصداقه، والله يا جماعه بيرجفوا. انت خايف من شنو؟ انا دراري الناس دي خايفه من شنو يا اخواننا؟ خايفه من شنو؟ ناس جابوا لك صوره قالوا دي صوره الله، داري يدرسوها لاولادك وبناتك جوا عينك في سنه سادسه كتاب التاريخ. في شنو تاني ذاته بعد ده؟ في شنو؟ وروني ضلال ولا الحاد ولا زندقه اكبر من الكلام ده. وروني، تعالوا وروني. وبيتحدوا فيكم. ولو جو تاني بكره باسم تاني تجمع كده قوه الثوره بغشوكم تاني. والله يا اخواننا ما تتبعوا الاحزاب دي. ما في حزب نافع والله اطلاقا. والاحزاب دي هي ضيعت السودان يا اخواننا. طيب جيب البعديو في مقطع 1:10 جبته، خليه يجيب الثاني. وانما هي لهذه الورش، يعني هذه الورش الغاية التي ستطول بها. ده القراي برضو بذكرك بالكذب بتاعه الاول. انا اوريك النازل اكذب بشر اكذب بشر. ده القراي قام قال في اللغاة ده الاول ما عينه واشترى بدله جديده اهو دي، شفتها كيف؟ عرفتها؟ واول ما قعد في الكرسي اللي قاعد فيه ده المنصب وجابه جديده، قام قعد قال المنهج بتاعي لازم يضع الشعب السوداني كله. لما الشعب السوداني كله، بالمناسبة حتى النصارى ناس الكنيسة اللي قالوا الآلهة ثلاثة قالوا منهج القراية ده معفي ما نافع. والله دي ذاتها دي حاجة غريبة. لما الشعب السوداني كله جات وقالوا ما داري منهج القراية بما فيهم النصارى ذاته، القراية قال لو شلتوا منهجي أنا بمشي. وهنا قال المنهج ده بيضعه الشعب السوداني. قال ده كذب ولا ما كذب؟ شوف المقطعين. انا بس داير لو السودانيين ما تغشوا وتعلموا الحته دي نحن بنلم عدتنا دي نفوت. شغل حول مختلف المواد ستكون ملزمه في وضع الملاهي. ايوه ستكون ملزمه في وضع الملاهي، لكن نحن ما بنمشي للبلش من البدايه، بنمشي للشعب. نحن دايرين في الحقيقه المنهج ده لما يوضع يكون الشعب وضعه وعبر عن الشعب. اي منهج بيضعه منه؟ الشعب. الان الشعب كله ما داير منهجك. قال والله لو شلتوه انا بمشي. راح تسمع هسه يقول الشعب بضره وعبر عن الشعب. هو قال لي دي الثانيه وده ده الكذب هنا. ايوه شغل في انتوا عملتوا المنهج بالطريقه دي والحمله ضدكم. لو الحكومه استجابت للحمله دي وقالت لكم وقفوا تغيير المنهج، قلت لها الحكومه استجابت للحمله دي القهداف والنظام السابق والحكومه الجديده وافقت على كلامهم وقالت لنا وقفوا انا بمشي. قالت لنا وقفوا انا بمشي. قش يا مات عتر ليك غور امش فوت. شوف النازل كذابين كيف يا اخوان. اما حمله قال غيداف ولول النظام، ولول النظام ذاته ما عندهم الترابي رباهم. والفرق بين الترابي ومحمود محمد طه شنو؟ كذا واحد يوريني ما هو الفرق في فرق؟ انا غايته ما شايف اي فرق. وقد يكون محمود اهون من الترابي وقد يكون الترابي اهون من محمود والاثنين سجن في رماد. فما تكذب. الشعب السوداني كله رافض المنهج بتاعك. قال لو غيرونا بمشي. وقبيل قال بضعوا الشعب السوداني. طيب الجماعة دول قاعدين يخططوا انهم يرفضوا الاسلام والشريعة كيف؟ والخطة دي خططوها في المؤتمر بتاع الجمهوريين اللي كان جزء منه في قاعة الصداقة قبل 3 يوم انتهى ظنه. فنشوف الخطة بتاعتهم لتدمير الدين والإسلام كيف؟ نحن نكشفها لكم الليلة. جيب 3. الظن موجودة. الظن موجودة عشان كده بتكون في ضمانة لأنه دستورنا يستمر. ففي كل نهاية أنا بفتكر إنه أن الشباب يعني بصورة عامة شباب الثورة وكنداكات يعني حقه نمسكوا بصورة دي كبيرة إنه نفرضوا إنه يكون في مصدر للتشريع قائم على الدين وإنه الدين يظل عمل بتاع. قال لابد يرفضوا الكنداكات طبعا دي الغشوم البنات بنات عفيفات كذبوا عليهم. بقوا المرة زي القندران سموها كنداكة وكراكة خدعوها كذبوا عليها عشان يستمتعوا بها ويمرقوها من بيت أبوها وأمها البيض الطاهر العفيف ويقعدوا بها في شارع النيل تعيش جنة النيم سموها كنداكة. المهم
فقال حقه يستمر الشغل بتاعهم ده عشان يرفضوا اي نظام قائم على الشريعه، يا شريعه الشريعه الاسلاميه، ايوه بتاع افراد في حياته، والدين قال يكون بتاع افراد بس جوا البيت، لكن برا هو يكون في دين. لا لا لا، نحن دين الاسلام يا حجه، دين الاسلام ده في الحمام جوا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا تقضي الحاجه كيف، ما تستنجي باليمين ولا باقل من 3 حجار، ولا تستقبل القبلة أو تستدبر ببول أو غائط، وإذا دخلت تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تخرج باليسار عكس الدخول وتقول غفرانك. وعلمنا كيف تجامع زوجتك، بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وعلمنا كيف تأكل بسم الله، وتنتهي تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وعلمنا كيف تبيع البيع الشرعي الإسلامي الحلال وما هو الحرام في البيع، قال تعالى وحل الله البيعة وحرم الربا. وعلمنا كيف تصل أقرباك، فعلمنا صلة الأرحام وصلة الجيران وإكرام الضيفان. وعلمنا كيف تحكم، ربنا قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وعلمنا كيف تطبق الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. علمنا أمور الدين وعلمنا أمور الدنيا كلها، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فذيل قالوا لا لا، الدين ده يكون قاعد في ظرف وفي الفضية في البيت مع الكبابي وسرامس الشاي، وده ده 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 ما دين الإسلام، لأنه دين الإسلام ده معاك من أول يوم تولد لحد ما تخش القبر وتنتهي من مرحلة القبر وتقابل الله يوم القيامة، ثم إلى نار أو إلى جنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كله، الحياة كلها، ومماتي لله رب العالمين. أما دين الجمهوريين، وطبعا الجمهوريين ديل أصلا اللازينهم الشيوعيين، اللازينهم الشيوعيين بيكفروا فيهم، لأنه الشيوعيين جبناء وخوافين ما بيقدروا يطرحوا الكفريات بتاعتهم للمجتمع، فبيقوم بلسوا الجمهوريين، يشتروا لهم بدل ويأجروا لهم قاعة الصداقة ويخلوهم يتكلموا، الملقطين ديل يتكلموا عشان يشيعوا للإسلام. لكن نحن بنرى انه نحن في نعمه كبيره، اولا انه ربنا هدانا للاسلام، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ثانيا هدانا للتوحيد يا جماعه، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث. هدانا ثالثا، علمنا قدر من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، نقدر نحارب بودل ونجغمهم في أي مكان. وما تظن إن الكلام ده هين، الكلام ده والله دق جوا، لكن أنتم ما جايبين خبر، كلام ده دق دق جوا هناك دق، عرفته؟ والمؤتمر العمل ده ذاته عشان يحاربوا الحق الماشي ده، والحق ما بيحارب لأنه الحق ده حق ربنا، والباطل والكفر اللي بيجيبوا العلمانيين والملاحدة والجمهوريين والشيوعيين ده حق الشيطان وده الباطل. وربنا قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالحق هو اللي بيبقى بالمناسبة، ونحن مبسوطين لأن ربنا فتح لنا باب كبير، وسخرنا نحن وإنتوا للمسألة دي باب جهاد كبير، كما قال تعالى وجاهدتهم به جهادا كبيرا. فنحن والله مبسوطين، صح زعلانين من الكفر ده، لكن مبسوطين لأن ربنا سخرنا وإياكم لمحاربة هذا الكفر وهذا الباطل. وإن شاء الله الشغل ما بقيف، لو ديل فاتوا من أحزابهم دي وانقلعوا من البلد دي برضو بنتكلم عنهم، نقول كان في ناسنا ده جمهوريين، أصلا ما نخليهم أبدا، ما بنخليهم. شفت كيف؟ والله الذي لا إله غيره ما نخليكم في الكلام ده، لأنه ناس مجار، ما شغل الولية دي قال شنو؟
والدستور لحد من الجماعة كلها، والدستور ما بالأغلبية بيقولوا، لكنه نحن أغلبية السودانيين مسلمين، الدستور ده حق كله. وانت شنو يا اخواننا؟ شوف الناس اللي بيتكلموا كيف يقول لك نحن السودانيين مسلمين، يعني هي شنو؟ هي شنو؟ طبعا قالت حيجي مقطع قالت نحن فاتحين قضايا في الناس اللي كفرونا، نحن ما كفرناكم لسه، ما قلنا دي حصل عنا قلنا كده، ما قلنا تعيينا انت كافره وده كافر والقراي كافر، لكن هل انتوا راضين بالاسلام؟ اتحداكم تقولوا نحن راضين بالاسلام كله، اجابوا الرسول اتحداكم. وهسه قالوا في مقاطع المشايخ انه ذي ما راضين بالاسلام، وقالوا ذاك مدني ما دايرنه، وذاك مكي، وذاك شنو ما عارف، والشريعه ما صالحه لكل زمان ومكان. هم الما راضين بالاسلام يا اخواننا، عشان ما يغشوكم يقول لك دول كفرونا، ما نحن اللي بنكفرهم يا اخواننا، ولا نحن التكفيرين، هم التكفيرين. كذا جيب الدالي، جيب الدالي ده في سبعه، هم اللي بيكفروا الناس ما نحن. اها شوف ده تكفير كبير. الجوانع ملانه تماما، ما في كلها ما صلاه؟ ما صلاه. الناس بيتريضوا، ما بزور قاعد يصلي يا اخواننا، انتوا قاعد تلعبوا جمباز في الجوامع. اها الدالي اها جيبه. بتفتكر انه الناس ما قاعدين يصلوا؟ بتفتكر؟ بفتكر قال انه الناس بيفتكر، يفتكر انه الناس ما قاعد يصلوا. اها بتفتكر شنو ثاني؟ ما في كلها ما صلاه؟ ما صلاه. ولا الناس على الاسلام. اوه ولا الناس على الاسلام، كفار كلكم. هسه اللي قاعد يكفر منين يا جماعه؟ ولا احد، ما في احد على الاسلام، ولا واحد عند الحزب الجمهوري. عشان بنت محمود دي قالت ونحن مشينا نفتح بلاغات انه كفرونا، ده بلاغ يا جماعه، هو ده بلاغ. اي زول عنده فضا، انا غايته ما عندي زمن، اي زول عنده فضا، الراجل ده كفركم شت، ما انتوا شت، كلكم كفار. اي سوداني كافر عند الحزب الجمهوري ده بلاغ مفتوح، اللي بيقدر يمشي يفتح طوالي. اها ما قلنا نحن، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي كفر السودانيين. وين؟ شوف زول كذاب كيف؟ والله قالوا لاختشوا ماتوا، زول كبير قدر ده عمره كم؟ 90، كذاب وتكفيري وداعشي كمان. اشغله تمام، لما تكفير ليه؟ تفتكر يا دكتور ودي شنو طيب؟ قال الناس ما على الاسلام ولا صلاتهم دي كلها ما صلاه، قال ده ما تكفير. اها هذه عندكم هي الاخوان الجمهوريين. انا بفتكر كده تعبان معاك ليه؟ الله يسهل الامور. طيب الجماعة ديل بيخططوا، الجمهوريين والشيوعيين والملقطين بيخططوا في المؤتمر بتاع تامين محمود محمد طه اللي كان جزء منه في قاعة الصداقة، بيخططوا واللي انتهى قبل 3 يوم، بيخططوا قالوا المشكلة كلها في المساجد. هجيب المقطع بتاع الولية دي رقم 7. احنا برضو في واحد من الشباب يتكلم عن دخول المساجد، انا بفكر انها ثورة مفروض تبتدي برضه من هنا لحد كبير، لانه المسجد هو المهدد للثورة في الوقت الحاضر. الثورة بالنص، قالت المسجد هو المهدد للثورة. بالله ده ما اجرام يا جماعة؟ وهل ديل هم راضين بالمساجد وبالقرآن وبالإسلام عشان يقولوا احنا كفرناهم؟ هم راضين بذاته، ولا دايرين ذاته إسلامك ده، وبيحاربوا فيه الليل والنهار. تيجي تقول لي نسكت؟ والله ما نسكت، وانت لسه ما شفت حاجة. احنا ماشيين بورسودان في ندوة ميدان كبير، وماشيين دنقلة في ندوة ميدان كبير، والجنينة ميدان كبير، عرفتها؟ وفي مبدة ميدان الراشدين ميدان كبير، صدقناه وده التصديق موجود، ماشيين ندوة هناك. نحن شغالين لسه بإذن الله إن شاء الله. نحن يا دوب بدينا يا إخواننا، يا دوب بنسخن، نحن يا دوب تجكا شغل الحاضرة والدعوة فيه للتكفير قائمة بكل أركانها، ودي ذاتها يعني حقه يكون في حوار أثناء المسجد ومقاومة للناس التكفيريين اللي بيرسلوا رسالة. التكفير منو يا جماعة؟ التكفير منو؟ التكفير الدالي، خيك الدالي ده هو التكفيري. بعدين شوف النصراني قاعد في المؤتمر بتاع الجمهوريين، في جماعة طردوا قالوا لي يا اخي جايبين نصراني كافر قاعد، قلت له والله ده أهون واحد في المجلس ده، أنت بس ما عارف الحاصل. شغل أهون. أيوة. وفي نفس الوقت تقوم كثير جدا من الدعاوي من القضايا، تفتح قضايا ضد الناس اللي بيكفروا الناس، وبالرغم من إننا نحن ما واثقين تمام قالوا افتحوا بلاغات دعاوي، وبعدين
الشعار بتاع الحزب الجمهوري بيجيبوا صورة محمود لابس له مركوب أبيض وراه نساوين ملقطات لا حصر لهم ولا عدد، وكاتبين شعار الحزب الحرية لنا ولشنو ولشنو ولسوانا. تتكلم فيه بقول لك نفتح فيك بلاغ، كفرتنا. ده كذب ولا ما كذب؟ ده تناقض ولا ما تناقض؟ شو الناس المجرمين كيف؟ عشان تعرفوا اي شعار يا اخواننا يا سودانيين، اي اصحوا اصحوا قوموا فوق اصحوا يا ناس. اي شعار بيرفعوا له احزاب الالحاديه والشيوعيه والجمهوريه والاحزاب السياسيه دي شعارات نفاقيه كاذبه. حريه سلام وعداله، والله كله كذب. الحريه لنا ولسوانا كذب. الديمقراطيه كذب. اي شعار بيرفعوه الناس الكذابين هم اول ناس بيناقضوا بالمناسبه. طيب نشوف بعد محاربتهم للدين في 9، بيقولوا انه الحدود بتاعت ربنا قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الزاني غير المحصن ورجم الزاني المحصن وجلد شارب الخمر، الحدود النزل الله من السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنها في السلسلة الصحيحة: حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد بس يقطعوا يد واحد سارق، واحد بس. النبي عليه الصلاة والسلام قال ده أخير لأهل الأرض كله، مش بلد واحدة، الأرض كلها تنزل مطر 40 يوم على جميع الأرض وما تتوقف ولا يوم، يقطعوا يد سارق واحد بس، ده أفضل من أنه المطر تجي في الأرض كلها 40 يوم. والحديث في السلسلة الصحيحة. نشوف بيقولوا شنو عن حدود ربنا دي. أيوة 9، عن العقوبات البدنية الموجودة في التشريعات، يعني دي حاجة منافية. دي جابوها في قناة S24، وطبعا القنوات السودانية، قناة السودان، قناة أم درمان، قناة الخرطوم، قناة السودانية 24 وغيرها، بقت مفتوحة للشيوعيين وللجمهوريين، ما في أي حاجة ثانية. شيوعي تفضل قول حارب الدين طوال، تفضل جمهوري تفضل تفضل يتكلم لما نفطر في القنوات دي، بقت مفتوحة. إذا لا في حرية لا في سلام ولا في عدالة، ده كله كذب. غشوكم به ونحن من اول يوم قلنا نازل كذابين وشعاراتهم دي والله كاذبه، وهم زي الكيزان اذا تكلمت فيهم يقول لك انت كوز، والكيزان اذا تكلمت فيهم زمان يقول لك انت شيوعي. كل الشغله دي واحد يا اخواننا، واحد. عشان كده والله الاحزاب دي غير ما ضرتكم ولجنت البلد. العيشه بقت ب 15 جنيه يعني كم ضعف؟ 15 ضعف. الدولار ب 317 جنيه. الريال ب 83 جنيه. كيلو السكر فوق ال 200 جنيه. السبب الملقطين ديل نشروا الالحاد وحاربوا رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى بيعاقب العباد الصالح والطالح اذا كسر الخبث والمنكر. في البخاري دخل النبي عليه الصلاة والسلام فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب رضي الله عنها: أنهلك يا رسول الله كلنا وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ناس بيسبوا في الله ده، وقالوا دين الله ما نافع، وقالوا القرآن النزل الله ما نافع، وكبروا مرة واحدة جابوا صور قالوا ده الله ذاته، أي مسلم عاجبه عاجبه والما عاجبه يقع البحر. يبقى كيف الله يفتح عليكم يا جماعة؟ أنهلك يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أهو ده الهلاك، عيش دقيق كله بايظ، مع انه البلد منتجه وزراعيه اولى في العالم، ثروه حيوانيه الاعلى والاكثر في العالم، ونحن برضه جعانين. ليه؟ لانه في ناس زي ديل قالوا دين الله ما نافع، والناس ساكته. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الناس اذا راوا الظالمه
فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. ده عقاب ولا ما عقاب؟ بقروشك بقروشك ما تلقى عيش، بقروشك ما تلقى بنزين وجاز، بقروشك ما تلقى غاز، بقروشك انت يعني انت ما ماشي تشحن، انت عندك قروش ودي شايله، ما عندك الحاجه تشتريها بها، والقروش في نجام اكثر من كده بيجيكم. اذا سكتوا على الباطل ده ما انكرتوا، وانا ما بقول يعملوا المتطرفين التفجيرات والقتل، لا، ده ما عنده علاقة بالإسلام. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من روع مؤمنا أو هدم منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له، صحه الألباني كما عند النسائي. ده ديننا نحن، لكن لابد تنكروا الكلام ده يا إخواننا. من رأى منكم منكرا فليغيره. أنتوا خايفين ليه؟ ما قدر تنكروا. يقول لك والله لو أنكرت طبعا أنا مدير في الشركة وبيشيلوني. رزقك ما على الشركة ولا على الناس شالوه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنكر الكلام ده بالحجة وبالحكمة وبالدليل من الكتاب والسنة. والله نحن حلفنا بالله موضوع ده أبدا ما بنخليه، والناس اللي نحط معهم قرض، والمره الحباب اللي قال الدائرة معي مناظرة، أليس فيكم رجل جمهوري؟ كل ما في راجل دي كلها ما رجال، دي كلها ما صلى زي ما قال ذاك، دي كلهم ما رجال، البدل والكريفتات دي كلها ما رجال، جيبوا راجل، جيبوه عشان نجغموا هنا لما انتوا تحتاروا ذاته. وانتوا بتين بتعرفوا المناظرة قرآن بتقروا غلط يا اخواننا، من الورقة كاتبين له في الورقة بيقرا غلط، دار تناظر شنو انت. طيب شغلها واصل. موجودة في التشريعات يعني دي حاجة منافية، العقوبات البدنية دي هي بتحط من الكرامة الإنسانية، فبيبقى أصلا ما ممكن أي مادة تكون العقوبة فيها الجلد أو الغراء، يعني دي حاجة دي إذلال الأمة، إذلال البلد، إذلال الشعب كامل. أنت اللي بتذل الأمة والبلد والشعب، أنت اللي بتذلهم، لأنه الجلد والقطع وغيره ده دين ربنا وسبقت الأدلة، وربنا اللي خلق الناس لا يمكن لا يعلم ما يصلحهم أو يفسدهم وهو خالقهم من عدم. وقد قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم. طيب من أخطر الإلحاد جابوا الجماعة ديل، قالوا الإنسان ده هو الغاية، أما الله ده وسيلة. ساكت، شغلوا في اثنين، اسمع بنفسك. نقدر نتفهم من خلال افكار محمود طه الغايه، غايه الوجود وغايه الكون، الانسان، وبالتالي هنا التراتبيه حتتغير. الانسان هو الغايه والله هو الوسيله، حتلقى انه غايه الغايات هو الإنسان نفسه. والأستاذ محمود قال الكلام ده، يعني قال الكلام ده، وده means إنه الله نفسه هو وسيلة لبلوغ هذه الغاية اللي هي الإنسان. في كفر أوضح من ده يا أخوانا. من الله خلقكم؟ اليهود قالوا كلام زي ده، الله وسيلة للإنسان اللي هو غاية، الله وسيلة، هو الله خلق الإنسان والجان عشان يعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما أرسل الرسل إلا عشان يعبدوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن زي ما قال لك، دي أفكار الأستاذ محمود، دي الأفكار بتاعت الجمهوريين والشيوعيين الليلة، والتقليعة برضو اللي وصلوا ليها، قالوا دارين يستخفوا ويستهزئوا بالقرآن. يا مسلمين يا سودانيين، دار يستهزئوا بالقرآن ويعملوا على النغمة بتاعت الكابلي، في غنية بتاعت الكابلي عاملين القرآن. قبل عرضوا لكم مقطع وده تاني أوضح، شغلوا في ستة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون،
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. طيب سمعتوا بأذانكم يا جماعة، دي الغنية بتاعت الكابل، غنية كده مشهورة نسيت اسمها. والهدف من أفعال الجمهورين اللي بيسووها دي دارين يحطوا من مكانة القرآن في نفوس المسلمين، عشان كده القرائي قال لهم ما ممكن قالنا تكتب سورة الزلزلة في مقر الابتدائي، لأنه نقري الشافع إذا زلزلت الأرض زلزالها ونخوفه. قال فالنازل أصلا جو قاصدين الدين ده يا جماعة، داري يدمروا عديل ولا لف ولا دوران. وإذا الكلام اللي اتقال ده كله ما حرك فيكم حاجة أو ما حرك في واحد فيكم حاجة، من الآن أي زور يراجع دينه وإيمانه وإسلامه من جديد، لأنه الحرب اللي حاربوها الجمهوريين والشيوعيين والعلمانيين للإسلام في البلد دي اليهود، والله ما حاربوا الإسلام بالطريقة دي، ولا سووا زي ده، ولا استهزوا بالقرآن بالطريقة دي، ولا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة اللي عرضوا لكم قبل، ولا قالوا الله هو وسيلة للغاية اللي هو الإنسان. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.